الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نشرع بالدرس أنا سألت الشيخ الكريم عن اسمه فقال اسمه سلامة، فقلت أبو من؟ قال أبو عمرو. وطبعا سلامة من أسماء الرجال والإناث، فسلامة صحابي روى له الإمام أحمد في المسند، جعل له مسند خاص يعني فيه أحاديثه، وأيضا سلامة صحابية، فروى أيضا له الإمام أحمد أحاديث في كتابه المسند. والشائع عندنا هنا يعني أن اسم سلامة في الأكثر للإناث، وفي بعض البلدان اسم سلامة الأكثر عندهم للذكور. نسأل الله عز وجل أن يسلم أحوالنا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نعود أيها الأحبة الكرام إلى كتابنا. أنا الشيخ عذرا فاتني الاسم أبو خالد، الاسم وليد، الله يرفع قدرك ويرضى عليك. أنا أحرص على أسماء الشباب يعني، فنحرص على حفظ أسمائهم، الله يحفظكم جميعا ويسلمكم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتاب الجامع من بلوغ المرام، وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن. والحافظ ابن حجر أيها الأحبة الكرام من منهجه في كتاب بلوغ المرام أنه قد يختصر الحديث، وسيأتي معنا عدة نماذج على هذا. من باب الفائدة أذكر نص الحديث كاملا كما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، وأغلب الحديث قد مر عليكم. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل، وهذا ما لم يذكره الحافظ بن حجر، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا لفظ الخبر كاملا عند الإمام أحمد في المسند، وإسناد الخبر إسناد حسن، إسناد الخبر إسناد حسن. عندنا كلمة في هذا الخبر: الرياء. ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن عرف الرياء فقال: وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادات، والعياذ بالله. يعني ذكر هذا التعريف يكفي تقبيحا لحال المرائي، طلب ما في الدنيا، تطلب أمر دنيوي بالعبادات. وبعضهم يقول مراءة الغير في عمل الخير، يعرف الرياء مراءة الغير في عمل الخير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أبواب الرياء كثيرة وعظيمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك ابن القيم في الداء والدواء ماذا يقول؟ أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، نسأل الله اللطف والعفو والعافية. أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، نسأل الله العفو والعافية. وقال الصنعاني في سبل السلام: والرياء بالقول لا تنحصر أبوابه، والعياذ بالله. والرياء بالقول لا تنحصر أبوابه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الباب: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه وأن يحاسب نفسه وأن يراجع نيته دائما وأبدا، والصادق يوفقه الله عز وجل. ومن كانت عنده دسيسة إن لم يتب إلى الله ويرجع إلى الصواب أدى به هذا الأمر إلى عواقب وخيمة. لذلك الطيبي في شرحه على المشكاه، وشرح الطيبي على المشكاه اسمه الكاشف عن حقائق السنن، مشكاه المصابيح شرحها الطيبي في كتاب سماه الكاشف عن حقائق السنن. يذكر شرح الطيبي على المشكاه، ماذا يقول الطيبي؟ تأملوا في كلامه: ثم إذا ثبت المرائي، ثبت المرائي على ريائه وداوم على اعوجاجه ولم يرجع إلى الصراط المستقيم هام في أودية الضلال وأداه الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر أعاذنا الله منه.
مرة أخرى قال: ثم إذا ثبت المرائي ودام على اعوجاجه ولم يرجع إلى الصراط المستقيم هام في أودية الضلال، وأداه الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذا عامل آخر وسبب آخر يوضح سبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من مسائل الشرك الأصغر والرياء، لأن الإنسان إذا داوم وواظب على هذا الأمر واستجرى معه يخشى أن يؤدي به هذا الأمر إلى الشرك الأكبر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وعلى الإنسان أن ينتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ومن علامات أيها الأحبة الأفاضل الإخلاص أنك لا ترجو على عملك مدح الناس، وإنما ترجو ثواب الله عز وجل. الناس قالت، الناس لم تقل، فعلوا أم لم يفعلوا، هؤلاء سيتكلمون عن أمر دنيوي رأوه. وأما إذا رفعك الله عز وجل فهذه هي الرفعة العظيمة، وهذا هو الفضل العظيم. فلذلك علينا أن نتفقد أنفسنا وأن نتفقد قلوبنا. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. أيها الأحبة الأفاضل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لفظه عند البخاري، لهما أي عند البخاري ومسلم، لهما أي عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ما لفظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال صلى الله عليه وسلم، هذا الآن اللفظ سأذكره لفظ البخاري: أربع من كن فيه، حديث الباب ثلاث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري أربع: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا لفظ البخاري. ولفظ الإمام مسلم: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. يعني لفظ البخاري: إذا اؤتمن خان. لفظ مسلم: وإذا وعد أخلف. هذا التصريح تراجعون بعد ذلك وتقارنون بين الألفاظ. عندنا فائدة: الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم خافوا على أنفسهم من النفاق خوفا عظيما. في صحيح البخاري قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. أي الصحابة الكرام على كثرة عملهم كانوا يخافون خوفا عظيما من النفاق. لذلك قال الحسن البصري: المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويأمن. مرة أخرى: المسلم أو المؤمن يعمل ويخاف، يخاف من الله عز وجل، يخاف من عاقبة ذنوبه ومعاصيه. قال: وأما المنافق لا يعمل ويأمن، أي يأمن مكر الله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال البخاري: ويذكر عن الحسن، الحسن البصري، أنه قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وفي صحيح البخاري أيضا عن إبراهيم التيمي قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني إني كذبت أو كذبت في أن قولي خالف عملي. وهذا طبعا من السلف الصالح من باب شدة الازدراء، شدة ازدرائهم لأنفسهم. نسأل الله العفو والعافية وأن يلطف بنا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من العلامات التي تنافي الإخلاص وتدل على أمور قد تكون أعظم من هذا، أن يكثر الإنسان من مدح نفسه وكأنه قد أمن مكر الله. وبعض كبار الملاحدة الذين كانوا يعني هلكوا قبل مدة ليست بالطويلة،
بعد أن كانت لهم كتابات عظيمة في جانب من جوانب الشريعة، ذكر عنهم بعض من كان يعرفهم أن من البدايات العظيمة التي كانت عندهم كثرة إطراء النفس، حتى أن أحد هؤلاء المشهورين المعروفين كتب كتابا فقال: هذا الكتاب لو قرأه نبي لقال عنه كذا وكذا، ليتق الإنسان ربه ولينتبه وليخاف على نفسه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في كثير من آيات القرآن الله عز وجل يقول عن أهل العلم، سماهم ماذا؟ ويرى الذين أوتوا العلم. من الذي آتاهم العلم؟ الله. فالله قادر على أن يسلبك هذا العلم. إذن لا ترجو من الناس شيء، وارجو ما عند الله سبحانه وتعالى. والمسلم يحذر من هذه الخصال. إذا حدث إذا كان المنافق إذا حدث كذب، المسلم إذا حدث صدق، وإذا وعد أوفى بوعده، وإذا اؤتمن وفى هذه الأمانة، وإذا خاصم لم يفجر في الخصومة. وأنا أتعجب حقيقة أيها الأحبة الكرام من بعض من ينتسب إلى الاستقامة في زعمه وفي كلامه، إذا خاصم خاصة في مسائل الولاة ومسائل السياسة فجر فجورا عظيما في الخصومة، وكأن الذي يتحدث لا يعرف شيئا من الترهيب الذي قد ورد في الكذب وفي صفات المنافقين، خاصة إذا خاصم دولة يبغضها والعياذ بالله لأنها تحارب هذا الحزب الذي ينتمي إليه، فتجد عندهم من الفجور في الخصومة الشيء الذي يتعجب منه الإنسان. يعني فجور في الخصومة ثم ينبه أنه قد كذب في كلامه فيكذب بعدها الكذب الأعظم من الأولى بدم بارد جدا وكأن شيئا لم يقع. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. إذا خاصم فجر، ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم يقول عن الذي إذا خاصم فجر أنه وقت الخصومة ماذا يفعل؟ يخرج عن الحق عمدا، يتعمد الخروج عن الحق حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا. بسبب ماذا يفعل هذا؟ وهذا ما يدعو إليه الكذب. واضح بارك الله فيكم؟ إذا خاصم فجر، لماذا إذا خاصم فجر؟ لأنه يكذب، فهو يكذب ولا يبالي بالكذب، فإذا خاصم فجر في الخصومة. يعني مثلا ادعى أن فلان الفلاني قد أخذ منه 5000 درهم ثم لا يزال يفجر في الخصومة فيطالب بال5000 ويسبه ويشتمه ويتكلم عليه ويتكلم في عرضه ويتكلم عن أهله وعن جماعته، وأصل الخلاف ماذا؟ خلاف مالي أدى به هذا الأمر إلى الكذب والافتراء والطعن في الأعراض والطعن في الأنساب والعياذ بالله. فليحذر المسلم من هذه الصفات. وإذا وعدت شخصا بوعد أو بموعد ولم تستطع أن توفي هذا الموعد فلا تستحي أبدا من الاعتذار. إخوان الكرام، في بعض المواضيع تحتاج إلى مصارح. يعني أذكر مرة أن رجلا أراد خطبة امرأة، فكنت أعرف والد هذه المرأة توفاه الله عز وجل، فضربنا له موعد كي يذهب عند الجماعة هؤلاء. ثم بعد ذلك في الموعد لم يأتي هذا الرجل، فقلت لصاحبي الذي يعرف ذاك الرجل، قلت له: يا فلان، ليقل لي أنا قد غيرت رأيي حول هذا الموضوع. والأمر سهل ويسير، وأما أن تترك الناس هكذا فهذا لا يصلح. إذا وعدت موعدا وقلت كلمة لبعض الناس ثم تبين لك أمر آخر، اعتذر بلطف وهدوء ولا تكن ممن يترك الناس هكذا ولا يوفي بما وعد، فإن هذا أمر قبيح وأمر مذموم. وإذا لم تستطع شيئا فالأمر بإذن الله عز وجل من الأمور السهلة الميسرة، طبعا مع الانتباه: إذا كنت لا تستطع أن توفي بالأمر من البداية فلا تعد به رعاك الله. واضح بارك الله فيكم؟ يعني مثلا رجل ما عنده مال إلا 100 درهم ويريد يقترض من الناس 10000 ويقول: أعطيكم وعد أني سأسدد بعد أسبوع،
يا ترى كيف ستسدد بعد أسبوع وأنت ما عندك إلا 100 درهم؟ هذا الأمر لا تفعله من البداية. واضح بارك الله فيكم. إذا ما كنت تستطيع أن تفي بالوعد فلا تعطي موعدا من البداية كي ترتاح من تبعة ذلك. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. قالوا أهل العلم يقولون الفسوق في اللغة هو الخروج، الفسوق في اللغة هو الخروج، في الاصطلاح الفسوق الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله. إذن سباب المسلم فسوق، ما معنى هذا الخبر؟ من سب مسلما فقد خرج عن طاعة الله. خرج عن طاعة الله لما؟ لأنه وقع فيما حرم الله. وأيضا خرج عن طاعة الله لأنه لم يراعي قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، ولم يراعي حق المسلم على المسلم. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق قتاله كفر. أولا أيها الأحبة الأفاضل، يرى جمع من أهل العلم وهذا ينسب إلى الإمام أحمد أن نصوص الوعيد، نصوص التخويف تقرأ هكذا. واضح بارك الله فيكم. يعني تقول للناس وقتاله كفر، لماذا؟ حتى يخافوا من هذا الأمر وينزجروا عن فعل ما حرم الله. فإن قال قائل مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ثم يقول ترى يا جماعة صاحب الكبيرة ما يخلد في النار، يدخل النار ثم يخرج بعد أمد، والأمر بإذن الله عز وجل تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. تجد بعض النفوس الضعيفة قد تتساهل في هذا الأمر. فلذلك من يعني عند الترهيب يذكر له النص هذا دون تفسير حتى تنزجر بعض النفوس عن الإقدام على معصية الله عز وجل. فإن قال قائل أريد معنى وقتاله كفر، نقول أولا قد يحمل هذا المعنى على المستحل. رجل والعياذ بالله يستحل، يقول قتل المسلم حلال، فهذا لو لم يقتل المسلم كفر بالله العظيم، لأن الذي يستحل يقول ما في شيء اسمه دم معصوم، كل دماء المسلمين حلال، وأدين الله عز وجل بهذا العمل. فنقول هذا استحل دماءهم، واستحلال ما حرم الله في مثل هذه الأمور الواضحة البينة هذا أمر فيه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، ردة عن الإسلام والعياذ بالله. فهذا لو لم يقتل فإن هذا الأمر كفر منه، نسأل الله العفو والعافية. أو أن يحمل الحديث وقتاله كفر أي تشبه بأفعال الكفار الذين لا يراعون حرمة الدماء. قتاله كفر التشبه بأفعال الكفار الذين لا يراعون حرمة الدماء. وقتاله كفر تحمل أيضا على معنى قتاله كفر دون كفر، قتاله كفر دون كفر. فالكفر كفر أكبر وأصغر، يعني كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية تحمل في حالات على الكفر الأكبر، وتحمل في حالات على كفر دون كفر. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أحد علماء السلف يقال له الخرائطي له كتاب اسمه مكارم الأخلاق، وله كتاب اسمه مساوئ الأخلاق. ذكر هذا الرجل وأسنده عن زيد بن أسلم قال جعل رجل يسب عبد الله بن عمر، الرجل هذا جلس يسب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر ساكت ما يرد عليه، والرجل يتبعه، يعني شوف الإيذاء، يسب عبد الله بن عمر وابن عمر ساكت، فتجرأ أكثر، وعبد الله بن عمر يمشي وينصرف يريد أن يعود إلى منزله، وهذا الرجل يتبعه. فلما بلغ الرجل باب داره، لما بلغ الرجل باب دار عبد الله بن عمر التفت إليه عبد الله بن عمر وقال إني وأخي عاصم لا نسب الناس، وهذا والله عفو عظيم من هذا السيد ابن الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، العاقل لا يجاري السفهاء. رجل سفيه تسلط عليك وبدأ يسبك، لا تجاريه، اتركه رعاك الله، فإن السفيه لا يجارى، فإن السفيه لا يجارى ويترك،
ودواء السفهاء هؤلاء بالسكوت عنهم. والقصاص يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنبه على فائدة أيها الأحبة الكرام في الحلية لأبي نعيم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أنا الصحابي يقول أمرنا الكبار من الصحابة ألا نسب أمراءنا ولا نغشاهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر، فإن الأمر قريب. وهذه والله وصية عظيمة من الصحابة. قد يبتلى بعض الناس وبعض الشعوب والبلدان بوال من الظلمة، فما هي وصية الصحابة؟ ألا نسب أمراءنا، لأن السب لن تكون له عاقبة طيبة. ولعل الإنسان أن يسب فيبغي في السب، وهذا ملاحظ عند بعض الناس، يسب مثلا هذا الحاكم الظالم، ثم بمرور الأيام والليالي يسب أمه، يسب أباه، ويسب ذريته، ويتكلم في عرضه، نسأل الله العفو والعافية. ولا نغشاه ولا نعصيه، هذا الأمر من وصية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأن نتقي الله ونصبر فإن الأمر قريب. الوالي الجائر من البلاء الذي يسلط على بعض الناس، وكيف يدفع البلاء؟ بالتوبة والإنابة والاستغفار واللجأ إلى الله، وستجد أن الله عز وجل ييسر على الناس تيسيرا عظيما. ولكن العجلة داء عضال. وفي التمهيد لابن عبد البر عن أبي إسحاق السبيعي قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. وهذه القاعدة تأمل فيها وانظر إلى بعض البلدان الذين يكثرون من سب الراعي، ما الذي وقع وجرى عليهم؟ ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره، إلا حرموا خيره. وكنت في مجلس أيها الأحبة الأفاضل، فجرى ذكر أحد الولاة الموجودين حاليا، فقال أحد الحاضرين: لعنه الله. فقلت له: يا فلان لم تلعنه؟ متكلم رجل عام، لم تلعنه؟ تعطي حسناتك؟ فانتبه، قال: جزاك الله خير. فلذلك الإنسان ينتبه أيها الأحبة الأفاضل، لا يفعل مثل هذه الأشياء التي زجر ونهى عنها الرعيل الأول والسلف الصالح. المسلم أيها الأحبة الكرام في السراء في الضراء في جميع المواقف ينظر ما الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. أمرنا بالصبر: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذا بعد ذلك لا تمكن رجلا زائغ القلب من أذنك، وكن رعاك الله مطمئنا موقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ودعوته وشرعه وكلامه فيه الرحمة لنا. فلذلك ننتبه ولا نطلق ألسنتنا في مثل هذه المسائل، ولا نطلق ألسنتنا في مثل هذه المسائل. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. هذا الخبر سيأتي في باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وسنعلق عليه في ذلك الموضع. ثم قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، عندكم عليه، الذي أعرف الله أنهم عليهم، فشق عليهم فاشقق عليه، فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل بخصوص الحديث الأول: ما من عبد يسترعيه الله رعية. هذه الرعية كم عددها؟ كم مقدارها؟ لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولي الأمر راعي أم ليس براع؟ راع.
رب الأسرة راع أم ليس براع؟ راع. مدير المؤسسة هل يدخل في هذا الخبر أم لا؟ يدخل في هذا الخبر. نص على هذا جمع من الشراح قال القرطبي: وهو لفظ عام في كل من كلف حفظ غيره، فعلى الإنسان أن ينتبه ويتقي الله في رعيته. نتكلم عن دور بعض الآباء، يتوفاه الله عز وجل وهو لم يحسن إلى رعيته في جانب الدين، بل بعض الآباء يفسد أولاده في جانب الدين والعياذ بالله، فيخشى عليه من هذا الخبر. نسأل الله العفو والعافية. يعني تجد بعض الآباء يشجع أبنائه على أكل الربا، هذا موجود عند بعضهم والعياذ بالله، خذ المعاملة الفلانية، إذا ما أخذناها كيف سنعيش؟ هكذا يقول بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. يخشى عليه والله من هذا الوعيد. طيب ما معناه؟ ما معنى إلا حرم الله عليه الجنة؟ قال بعض السلف: حرم الله عليه الجنة فلا يدخلها مع السابقين الأولين، لا يدخلها مع السابقين الأولين، يعني حرم الله عليه الجنة ابتداء في غير يسبقه إلى دخول الجنة، وهو يعني ما يكون من السابقين الأولين. نسأل الله العفو والعافية. أيضا في هذا الخبر تنبيه على عاقبة أئمة الجور والعياذ بالله. يعني بعض الناس يقول: يا أخي الحاكم ظالم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حساب هذا الحاكم على الله وأنت حسابك على الله. فلا تظن أن أي إنسان ظلم الناس سيترك هكذا، إن لم يوفق للتوبة إلى الله فسيسأل عن عمله وعن اليسير والكبير من الأعمال، فعلى الإنسان أن ينتبه لذلك. نأتي إلى الحديث الثاني. الحديث الثاني له قصة أيها الأحبة الكرام. قال عبد الرحمن ابن شماسة أو شماسة، هكذا الراوي اسمه عبد الرحمن ابن شماسة أو شماسة كما ضبطها الحافظ النووي، قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء. جاء إلى أم المؤمنين عنده سؤال، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت عائشة: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ كيف كان أمير الغزو الذي غزوتم معه إلى مصر؟ فقال عبد الرحمن ابن شماسة أو شماسة: ما نقمنا منه شيئا، ما انتقدنا عليه شيء، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. يعني عبد الرحمن بن شماسة لما سألته عائشة: كيف كان أميركم الذي غزوتم معه؟ قال معنى الكلام: ما انتقدنا عليه شيء، بل كان هذا الرجل إذا مات للواحد منا بعير أعطاه بعير، فقط من باب التقريب، إذا هلكت يعني سيارة أحدهم أعطاه سيارة، لأن البعير في ذاك الزمان مثل وسائل المواصلات حاليا، بل يمكن أغلى وأعز، والعبد فيعطيه العبد، وهذا إكرام عظيم، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. يعني كان هذا الرجل قريبا جدا من الرعية ورفق بهم رفقا عظيما. فقالت أم المؤمنين: وأتمنى أن تتأملوا في كلامها رضي الله عنها وأرضاها، وستعلمون جوانب من عقل هذه المرأة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ماذا تقول عائشة؟ هذا الوالي قتل محمد ابن أبي بكر أخ عائشة، وهو رغم هذا القتل كان يكرم الرعية. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها ماذا قالت؟ قالت: رغم أنه قد فعل هذا بأخي
لكن سأذكر لك شيئا سمعته من نبينا صلى الله عليه وسلم. يقال بأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها والدة محمد ابن أبي بكر الذي ولدته متى؟ في حجة الوداع. يقال بأنها لما سمعت قتل ابنها، ذكر هذا أظن الذهبي في السير أو ابن حجر في الإصابة، در ثديها الدم من شدة ألمها على مقتل ولدها. يقال بأنه أحرق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فرغم هذا الأمر تذكر عائشة مثل هذا الحديث العظيم، وهذا دليل على ماذا؟ صدق الديانة، أن الإنسان يكون صادق في تدينه، وأن الإنسان يتكلم بما يرضي الله. والمسائل الشرعية نصوص، الإنسان يتقيد بها ولا يتجاوز حد الله سبحانه وتعالى. فائدة أيها الأحبة الكرام، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، فهذه الولاية تشمل الولاية الكبرى ولاية الراعي وحتى الولايات الصغيرة. بل قال الصنعاني في التنوير، قال ظاهر في كل ولاية حتى على الصبيان في الكتاب. في أحد يحفظ قرآن هنا؟ في أحد محفظ؟ قال يعني معنى كلام الصنعاني، حتى المحفظ اللي مع الصبيان يعلمهم القراءة والكتابة وقراءة قصار السور، عليه أن يرفق بهؤلاء الأطفال الصغار، فإن لم يرفق بهم يخشى أن تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله إن هذا لحديث عظيم. قال الحافظ النووي، هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم الحث على الرفق بهم، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا المعنى. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، العبرة بالمشقة الحقيقية. فإن قال قائل، عندنا مدير الشركة أو العمل قال بأن موعد العمل الساعة 7 صباحا، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، حد يداوم 7 الصبح، لازم يخلينا نداوم 12 الظهر، هذا كلام بالله عليك؟ هذا ليس بكلام. لكن مثلا المشقة جعل موعد العمل 4 فجرا، هذه مشقة على الناس، واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك لابد أن ننتبه إلى أن المشقة تكون مشقة حقيقية. أما الإنسان يريد أن يركن إلى الدعة والراحة والكسل ويقول بأن هذه أن هذا من المشقة على الناس فلا. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في هذا الخبر تسلية لكل من وقع عليه شيء من الضر أو شيء من المشقة، سواء من بعض الرعاة في بعض البلدان أو غير ذلك، بأن على الإنسان أن يصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء، أدي ما عليك، وأما من ظلم فسوف يجازيه ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام كما ذكر المناوي في فيض القدير، قال وهذا دعاء مجرب، هذا الدعاء مجرب، يعني آثاره واضحة في أن الذي يشق على الناس ما يدوم وما يبقى. لذلك المناوي يقول، ولهذا قالوا الظلم لا يدوم، تأملوا في كلامه، الظلم لا يدوم وإن دام دمر، والعدل لا يدوم وإن دام عمر. أعيد مرة أخرى وسأشرح كلام، الظلم لا يدوم وإن دام دمر، جلب عذاب الله عز وجل، والعدل لا يدوم. لماذا؟ لأن أهل الشر ما يحبون العادل، ما يحبون الرجل النزيه. وإن دام هذا العدل عمر، أي كتب الله فيه البركة. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك على الإنسان أن ينتبه، على الإنسان أن ينتبه. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على فائدة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها رغم ما وقع على أخيها ذكرت هذا الخبر، فكيف بمن يرى عدل بعض الولاة وحرصهم على الرعية ورحمتهم بالرعية؟
فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في لسانه، وأن يكف هذا اللسان عن الخوف في أمور القيل والقال، وعن أن تستجريه بعض الأحزاب. نسأل الله العفو والعافية. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن هذه المسائل دين، السمع والطاعة لولي الأمر ليس لأجل حطام الدنيا، لا، هذه عقيدة على الإنسان أن يكون صادق فيها. فمن كان كاذبا يضمر شيء ويظهر على لسانه شيء آخر ويغير جلده بين الفين والأخرى وتجد عنده تذبذب في المواقف، عليه أن يراجع نفسه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. متفق عليه. هذا الحديث تقدم في كتاب الجنايات، هذا الحديث تقدم في كتاب الجنايات، ولكن هذا الحديث أيضا فيه نهي واضح وصريح عن ضرب الوجه. لماذا؟ يقول الحافظ النووي: لأن الوجه يجمع المحاسن ويجمع الأعضاء الغالية النفيسة، فإذا ضرب الوجه لعل شيئا من هذه الأعضاء أن يتلف وأن يزول، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. والتنبيه أيضا أيها الأحبة الكرام: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، هذا يشمل التعزير والتأديب والضرب في الحدود. يعني رجل شرب الخمر فإن هذا يحد، هل يحد بالضرب في الوجه؟ لا. رجل مثلا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها لعشر، وعنده ابن عمره 10 سنوات ما صلى، يأتي ويضرب في الوجه؟ نقول: لا يجوز هذا الأمر، الضرب في الوجه لا يجوز. ثم أيضا: فليتجنب الوجه، سواء كان المضروب آدميا أو كان غير آدمي، حتى البهيمة لا تضربها في الوجه. وذكر لي أحدهم واستفتاني في هذه المسألة بأن والده ضرب شاة عندهم ضربة قوية جدا على وجهها، الذي أذكر من السؤال كأنه ضربها بأداة بحديد أو غير، قال: فانتفخ وجهها. قال: ما مضى شهر، وأنا الكلام هذا ما أقول، قيل لي، يستفتيني الشخص نفسه، قال: ما مضى شهر إلا وتخرج لوالده مثل الورم في فكه. قال: فخلع 6 أضراس من الفك العلوي و3 من الفك السفلي ولم يسلم من الألم. فلذلك الإنسان ينتبه، حتى البهيمة لا تضربها في الوجه، حتى البهيمة لا تضربها في الوجه. بل ينصب ويذكر بعض أهل العلم، وجاءت مسألة روايات لكنها ضعيفة، حتى مثلا من الزاني المحصن قالوا لا يرجم في الوجه، الزاني المحصن قالوا لا يرجم في الوجه. جاءت في هذا روايات عند الإمام أحمد وأبي داود، ولكن إسنادها، أسانيد هذه الروايات فيها كلام. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هناك حالة تستثنى من هذا الخبر، من يعرف يرفع يده. ذكري بالاسم الشيخ، أنا أنسى. محمد، تفضل. غير هذا الشيخ ما في حقوق، ما تكلم عن حالة حقوق. تفضل. أحسنت. يعني رجل يقاتل الأعداء، ولي الأمر أمر بالجهاد، فالعدو قدامه قال: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه. لا يا أخي الكريم، بارك الله فيك، فاضربوا فوق الأعناق. واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا في حالة القتال، في حالة الحرب هذا الخبر لا يطبق، في حالة الحرب والقتال هذا الخبر يعني يستثنى، تستثنى حالة الحرب والقتال. نص على هذا جماعة من أهل العلم، منهم المناوي في فيض القدير، بل قال: فضربهم في وجوههم أنجح للمقصود وأردع لأهل الجحود، هكذا يذكر المناوي في فيض القدير. فإذا أمر ولي الأمر بالجهاد والقتال، ما تأتي وتقول فليجتنب الوجه، لا، بل هذا وضع آخر، هذا وضع آخر.
وعنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. ما معنى هذا الخبر؟ رجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية، فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فكرر الرجل: أوصني يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا تغضب. يكرر الرجل: أوصني، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لا تغضب. فائدة: من هو هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني؟ ابن رجب الحنبلي يقول: ولعل الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء. ذكر هذا اعتمادا على بعض الروايات، هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فائدة: هذه الوصية وصية عظيمة جدا. قال ابن رجب: الغضب جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير. قال جعفر بن محمد، الكلام كله من كلام ابن رجب: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك، تأمل الآن في كلمة ابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، لخص لنا حسن الخلق، فقال: ترك الغضب. وصدق رحمة الله تعالى عليه. قال ابن رجب: وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية حسن الخلق بترك الغضب. وأظن بأن بعض الناس لو طبق هذه الوصية لارتاح هو ولأراح غيره راحة عظيمة، فإن هذا الخلق بسبب ضيق قلوب عدد من الناس خاصة في أيامنا يحتاج الناس إلى تطبيقه حاجة ماسة. انظر إلى غضب بعضهم في الطرقات، في المساجد أحيانا يقع بينهم غضب وخصام، في البيوت، في الأسر، مع الأرحام، بل وصل بهم الغضب إلى أين؟ إلى المجموعات في مواقع التواصل. تجد القرابة يطرحون موضوع، الأول يغضب والثاني يغضب، وتقع بينهم قطيعة. فلذلك إذا أردت أن تلخص حسن الخلق في كلمة فهي ترك الغضب. طيب، لا تغضب ما معناها؟ لها معنيين. المعنى الأول: لا تفعل الأسباب التي تؤدي إلى الغضب. لا تفعل الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب. نعم، بعض الناس مثلا إذا يعني خرج في الوقت الفلاني في وقت الزحام وقع في غضب عظيم، يا أخي أخرج قبل الزحام حتى تتجنب هذا الغضب. واضح؟ بارك الله فيكم. فلا تفعل الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني: لا تعمل بمقتضى الغضب. يعني إذا غضبت انتبه، لا تعمل بمقتضى هذا الغضب، يعني اكظم الغيظ وأمسك نفسك. يعني أحيانا يغضب الإنسان على بعض أولاده، طيب الآن غضبت عليهم، لا تضربهم، لا تفعل كذا وكذا، لا تشتمهم، لأنك أحيانا مع هذا الغضب إن فعلت مقتضى الغضب وقع الشر الأعظم. رجل غضب على زوجته، فنقول له: لا تعمل بمقتضى هذا الغضب، لأن الغضبان سيقول الكلمة القوية، زوجته ستسكت، النساء يسكت، أجيب يسكت، ولا بدل الكلمة مية شيخي. هذا في كتاب أو تحت تراب في أيامنا هذه، الله المستعان، يعني صار الحلم عند بعض الناس ضعيف جدا. تقول له كلمة يردون عليك، أنا ما أتكلم طبعا بشكل عام طبعا، لكن أقول في بعض الأحوال الكلمة تقابلها 100 كلمة. فالرجل إذا كان غضبانا فقال كلمة قد لا يسكت عنه، وترد عليه هذه الكلمة بكلمة أقوى. يعني بعض الرجال غضب على زوجته غضبة عظيمة، فقال لها: أنت فعلت كذا وكذا. فالزوجة إذا كانت لا تراعي مثل هذه الأمور تقول له: ماذا؟ أمك تفعل كذا وأختك تفعل كذا. يعني مثلا قال لها: أنت تأخرت في بيت أهلك وما رجعت إلى المنزل مبكرا. فتقول له: أختك تتأخر أيضا في بيت أهلك ولا ترجع إلى بيت زوجها مبكرا.
فهذه الكلمة قد تستفز بعض الناس فيقول تتكلمين على أهلي، ثم يقع الطلاق. وكم من مشاكل وقعت بسبب الغضب العظيم. لذلك ابن القيم ماذا يقول في كلمة عظيمة جدا، تأملوا فيها. قال في الفوائد: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب والعياذ بالله. باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة إن شاء الله أبشر. يقول ابن القيم في الفوائد: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، يعني ثلاثة أبواب تؤدي بالعبد إلى نار جهنم والعياذ بالله. باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته. باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. وصدق رحمة الله تعالى عليه، فإن باب الغضب إذا فتحه الإنسان على نفسه قد يعتدي على أقرب الناس إليه والعياذ بالله. واذكر مرة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال له رجل، سمعت هذا في شريط، بأنه يغضب من حال وواقع المسلمين، فأجابه الشيخ بجواب طيب جدا، قال: اغضب لكن لا تنفذ لوازم هذا الغضب. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يغضب، طيب إذا غضب يؤدي به الهوى إلى أن يقع في أمور تغضب الله سبحانه وتعالى، فلذلك على العاقل وعلى الإنسان أن ينتبه. قال: وعن خول الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، خول الأنصارية هي خولة بنت قيس الأنصارية النجارية. قال ابن حجر في الإصابة هذه الفائدة الآن: يقال هي زوج حمزة ابن عبد المطلب، ثم قيل غيرها. أن يقال بأن حمزة رضي الله عنها وأرضاها كان متزوجا من هذه الصحابية. طيب، ما معنى يتخوضون؟ يتخوضون يتصرفون في هذا المال. يتخوضون أي يتصرفون في مال لا حق لهم فيه. يتصرفون في مال لا حق لهم فيه، وهذا يشمل كل تصرف في مال لا حق لك فيه. بمعنى رجل جاء ووضع عندك أمانة، كم مقدار هذه الأمانة؟ 5000 درهم. إياك أن تتصرف في هذا المال. لماذا؟ لأنك لا حق لك في هذا المال. مثال آخر: عندك مال يتيم، هذا المال مقداره 50,000 درهم، إياك أن تتخوض في هذا المال إلا بحق، فإنك إن تخوضت فيه بباطل فلك النار يوم القيامة والعياذ بالله. مثال آخر: كنت قيما على وقف من الأوقاف، اتق الله عز وجل، وإياك أن تتخوض في هذا المال بغير حق فلك النار يوم القيامة. كنت مؤتمن على صندوق خيري أو جمعية خيرية أو أموال للإفطار والفقراء والمساكين وغير ذلك، إياك أن تتخوض في هذا المال بغير حق فينالك هذا الوعيد العظيم. والإنسان يعود نفسه رعاكم الله على أن أي مال للآخرين لا يتصرف فيه، وإنما يلزم فيه حدود الله. أنبه على مسألة: بعض الناس يأتي إلى بعض الأشخاص فيقول له: يا فلان، هذه 5,000 زكاة أعطها لفلان الفلاني. فبعض الناس ماذا يقول؟ يقول: هذا فلان الفلاني غير محتاج، أخي أحوج من فلان الفلاني، سأخذ هذا المال وأقسم نصفين، نصف أعطيه لفلان ونصف أعطيه لأخي. لا يجوز لك هذا، لأنك مؤتمن. أو بين هذا الأمر من البداية، قل له: يا فلان، هذه الأمانة سأوصلها،
لكن أنا أعرف رجل قريب عنده حاجة، أترضى أن أقسم المبلغ نصفين مثلا أو غير ذلك؟ المهم أنك لا تتقحم مثل هذه المسائل العظيمة، نسأل الله العفو والعافية. فائدة أيها الأحبة الكرام، في البداية والنهاية لابن كثير قال: وروى ابن عساكر عن أحمد بن أبي الحواري قال: كنت أشتهي أن أرى أبا سليمان، يعني الداراني، في المنام، فرأيته بعد سنة. يعني الرؤى يستأنس بها، لا يبنى عليها أي حكم شرعي. أذكر هذا لأن ابن كثير هذا العالم المحقق أورد هذه الفائدة. قال: فرأيته بعد سنة، فقلت له: ما فعل الله بك؟ ما الذي وقع؟ ما الذي جرى عليك؟ فقال: يا أحمد، دخلت يوما من باب الصغير، باب من أبواب بغداد، فرأيت حمل شيح. الشيح نوع من أنواع النباتات العطرية، الحمل الكومة يعني. قال فأخذ، يعني كومة يملكها إنسان شخص، قال فأخذت منه عودا، عود من هذا الشيح، فما أدري تخللت به أو رميته، لا أدري هل تسوقت بهذا العود أو أخذته ورميته. قال فأنا في حسابه إلى الآن. هذا أمر يسير أدى به إلى هذا الأمر العظيم، فالعاقل ينتبه في مثل هذه المسائل. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. طبعا الحديث طويل جدا عند الإمام مسلم، سأقرأ عليكم إسناد الإمام مسلم. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال: حدثنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. في آخر هذا الحديث في صحيح مسلم قال سعيد، سعيد بن عبد العزيز الراوي: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، لأنه حديث عظيم، يعني فيولد فيه هذا الأمر ماذا؟ خوف عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية: ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة، ولهذا كان يقول الإمام أحمد عن هذا الحديث: هو أشرف حديث لأهل الشام، هو أشرف حديث لأهل الشام. ويقول ابن تيمية: وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع. طبعا الحديث يتكلم عن خطورة الظلم. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق أن رجلا كتب إلى عبد الله بن عمر يسأله عن العلم، فقال له ابن عمر، كتب له: إنك كتبت إلي تسألني عن العلم، والعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعتهم فافعل. أوصاه بماذا؟ خفيف الظهر من دماء المسلمين، اترك الدماء، خميس البطن من أموالهم، اترك الأموال، كاف اللسان عن أعراضهم، ملازما لجماعتهم فافعل. وبعض الجماعات والأحزاب والفرق تقع في كل هذه الأشياء، أما الدماء والله أيها الأحبة الأفاضل، من يقرأ لرؤوس الخوارج المعاصرين الموجودين الآن يتعجب من جرأتهم على دماء المسلمين. عندهم الدماء هذه مباحة، يعني الناس عندهم إما جماعتهم وإما أهل ردة وإما مسلم مستور وضعه. ما معنى مستور؟ يعني لا مانع من قتله، هم هكذا يقولون، هذا في كتبهم يقررون هذا، وحساب هذا المسلم عند الله عز وجل. فانظروا إلى الجرأة العظيمة الموجودة عندهم على دماء المسلمين. خميس البطن من أموالهم، من تساهل في الدماء إيش يكون موقفه من الأموال؟ نسأل الله العفو والعافية. كاف اللسان عن أعراضهم، انظر إلى جرأة بعضهم على العلماء الكبار، يكفرون كبار المشايخ والعياذ بالله.
لازما لجماعتهم، ما في شيء اسمه عندهم جماعة، بل يصرح أحدهم ممن يخدع الناس في بابتسامته في بعض مواقع التواصل بأنه لا بيعة في عنقه لأحد من الولاة، ثم يأتيك ويقول بأنه ليس من الخوارج وليس من أصحاب التطرف والغلو. فانظروا إلى الكذب، وكما قيل هكذا فليكن الكذب، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، فائدة أخرى أخوان الأفاضل في شعب الإيمان للبيهقي، أن محمد بن واسع كتب إلى رجل من إخوانه من محمد بن واسع إلى فلان بن فلان: سلام عليك، أما بعد، فإن استطعت أن تبيت حين تبيت وأنت نقي الكف من الدم الحرام، خميس البطن من الطعام الحرام، خفيف الظهر من المال الحرام، فافعل، فإن فعلت فلا سبيل عليك، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، والسلام عليك. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. القرطبي في التفسير في الجامع لأحكام القرآن عرف الغيبة بتعريف جميل جدا، قال: ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظهر الغيب، هذه هي الغيبة. قال: إن كان وإن لم يكن، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. البهتان أي كذبت عليه، يعني تتكلم عليه وتذكر عيب غير موجود فيه، هذا من البهتان وهذا من الكذب. والغيبة من كبائر الذنوب. قال القرطبي في التفسير: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، والغيبة من أسباب عذاب القبر. في صحيح البخاري: باب عذاب القبر من الغيبة والبول، باب عذاب القبر من الغيبة والبول. ثم أورد تحت أي حديث، حديث عبد الله بن عباس: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. طيب وش دخل هذا الحديث بباب عذاب القبر من الغيبة والبول؟ سأعيد، افهموا جيدا. البخاري جعل باب في صحيحه، باب عذاب القباب وعذاب القبر من الغيبة والبول، ثم أورد تحت حديث عبد الله بن عباس: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. النميمة غير والبول غير، والعذاب ما يثبت في، يعني ما تأتي وتقيس في مثل هذه المسائل يعني. والبخاري أورع من أن يذكر شيء من رأسه هكذا. فمن يعرف لماذا ذكر البخاري هذا التبويب؟ واضح الإشكال؟ قبل الجواب، الإشكال واضح؟ باب عذاب القبر من الغيبة والبول، وما ذكر البخاري الدليل، ذكر الدليل في النميمة. فكيف نستدل على ما أورده البخاري؟ أحد يعرف؟ تفضل. لا، ليس هكذا الشيخ، ليس كل نمام مغتاب. بهته، وش الغيبة؟ ما في. إخوان الكرام، من منهج البخاري في صحيحه أنه قد يذكر الحديث وينبه على رواية أخرى للحديث، اطلبها يا طالب العلم، ابحث أنت عنها وفتش أنت عنها. عند ابن ماجه: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. واضح؟ يعني البخاري لما ذكر النميمة كان ينبهك يا طالب العلم، اللي يخاطب طلاب علم أيضا، فتش في روايات الخبر، جاءت رواية أخرى لم يذكرها البخاري فيها ذكر الغيبة، ففتش عنها واطلب هذه الرواية. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، ذكر العيب بظهر الغيب يستثنى منه ما كان على وجه النصيحة، سواء كان من باب الكلام في الرواة، من باب التحذير من بعض أهل الشر، أو غير ذلك.
أيضا لابن القيم كلام نفيس في الوابل الصيب: ماذا يفعل المغتاب إن تاب؟ ماذا يفعل المغتاب إن تاب؟ ذكر أن الأرجح من أقوال أهل العلم أن المغتاب لا يشترط أن يتحلل ممن اغتابه، وإنما يكفيه أن يدعو له وأن يذكر محاسنه في المجالس التي اغتابه فيها. مرة أخرى ابن القيم في الوابل الصيب تطرق إلى هذه المسألة، والوقت يضيق علينا أيها الأحبة الأفاضل، اطلبوها في الوابل الصيب، فذكر أن المغتاب لا يحتاج أن يتحلل ممن اغتابه، فيكفيه أن يتوب طبعا ويدعو لمن اغتابه ويذكره بالخير في المجالس التي اغتابه فيها. وبعض أهل العلم ينازع في هذا، وبعض أهل العلم يقول لا بد من التحلل، ولكن نقول من إذا تحللت منه ترتب على هذا الأمر مفسدة أعظم، فادعو الله له واذكره بالجميل. وأحيانا الإنسان فعلا قد يظلم غيره ويتكلم عليه. فائدة في الحلية لأبي نعيم عن موسى بن إبراهيم قال: حضرت معروفا، معروف الكرخي هذا العابد المعروف، وعنده رجل يذكر رجلا وجعل يغتابه، وجعل معروف يقول له: أذكر القطن إذا وضعوه على عينيك، يعني أذكر ماذا؟ إذا وضعت في قبرك، فلا تتكلم على الناس، وانتبه لهذا الأمر. ثم قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. لا تناجشوا، النجش طبعا النجش سبق ذكره الحافظ بن حجر في كتاب البيوع، النجش مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليغر غيره. النجش مدح السلعة بما ليس فيها والزيادة في ثمنها وهو لا يريد شراءها بل ليغر غيره. يعني مثلا بائع يتفق مع 4 أشخاص، إذا دخل أي مشتري فهؤلاء 4 يتكلمون ويقولون: يا فلان تعرف كم سعر هذا الجهاز؟ فالآخر يقول له: كم؟ قال: هذا سعر 2000 درهم. فالمشتري الجاي عندما يسمع هؤلاء يذكرون السعر لن ينزل عن هذا السعر، وهذا البائع غر هذا المشتري بهؤلاء الذين وضعهم، فهذا من معاني النجش. وحكى ابن بطال الإجماع على تحريمه. ولا تدابروا، أي لا تقاطعوا تتهاجروا، ولا يسلم بعضكم على بعض، ولا يخذله الخذلان ترك الإعانة والنصرة في دفع الظلم. طبعا هذا إذا أمكنك إعانة هذا الرجل، يعني رجل يغرق في البحر وقال: يا فلان ساعدني، وأنت ما تستطيع السباحة، فهذا لا يدخل فيه ولا يخذله، ولكن رجل طلب منك أن تقف معه في موقف وأنت قادر على هذا الأمر بكل سهولة ويسر. بعض الناس يقول: أنا لا أريد وجع الرأس وغيره، فنقول: إذا كنت قادرا فلا تخذل غيرك، إذا كنت قادرا فلا تخذل غيرك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، معنى هذه الجملة يكفيه أن يكون من أهل الشر إذا وجدت فيه هذه الخصلة، يكفيه أن يكون من أهل الشر إذا وجدت فيه هذه الخصلة. فائدة في مصنف ابن أبي شيبة قال إبراهيم النخعي قال عبد الله، عبد الله من هذا؟ من عبد الله؟ ابن مسعود. إبراهيم النخعي إذا قال عبد الله هذا ابن مسعود وانت مرتاح، يعني اجعلها قاعدة عندك. قال عبد الله: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، هكذا نقل عن ابن مسعود. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يقولون إذا قال الرجل للرجل: يا حمار يا كلب يا خنزير، قال الله له يوم القيامة:
أتراني خلقته كلبا أو حمارا أو خنزيرا؟ فالإنسان لا يحتقر الناس، هذا أمه كذا، هذا أبوه كذا، هذا من العرق الفلاني، هذا من الجماعة الفلانية. وللأسف الشديد الطعن في الأنساب والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب موجود عند جمع من الناس، نسأل الله العفو والعافية. قال هو عن قطب بن مالك رضي الله عنه قال 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 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. إخوانا الكرام، على شرطنا في الاختبار، سيأتي هذا الحديث أم لا؟ على الشرط الذي ذكرناه في أول مجلس سيأتي، واضح بارك الله فيكم، لأن هذا فيه ذكر من الأذكار. والخبر هذا إسناده صحيح، والخبر هذا إسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف وإسناده ضعيف. لا تماري، لا تجادل، لا تماري، لا تجادل، والخبر هذا ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا كان يقوله في دعاء الاستفتاح. طبعا لا تماري هذا يتكلم عن ذم الجدل والمجادلة، فإذا كانت المجادلة في تقرير الحق أو المدافعة عن الحق فهي مجادلة محمودة، وأما إذا كانت المجادلة بغير علم فهذه مجادلة مذمومة، نص على هذا النووي في كتاب الأذكار. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، جاء عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصبون. وقال معروف الكرخي: إذا أراد الله، هذا عند البيهقي في شعب الإيمان، إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. نسأل الله العفو والعافية. أيضا في الخبر الثاني: ولا تمازحه. النووي في الأذكار يقول: المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ومداومة، فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله. يعني أن يكون الغالب على الإنسان الهزل وتجده يضحك حتى عند اتباع الجنائز وحتى في أماكن الطاعات من دون سبب، فهذا هو المذموم. وأما إذا كان يفعل من باب تطيب المخاطر المخاطب ومؤانسة هذا الرجل فهذا لا يمنع، بل قال النووي: بل هو صفة، بل هو سنة مستحبة، بل هو سنة مستحبة. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف وإسناده ضعيف. فائدة: في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى قال حبيش بن مبشر الثقفي، هذا من الرواة عن الإمام أحمد، قال: قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. هذا الإمام أحمد ويحيى بن معين والناس متوافرون، أجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. قال في الخبر الثاني: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه مسلم. ما معنى هذا الخبر؟ إذا سب رجلا آخر فقال له مثلا: أكرمكم الله وحاشاكم جميعا يا أيها الوقح، فقال الثاني للأول: بل أنت الوقح. الثاني لا يأثم والأول يأثم، لماذا؟ لأنه هو الذي ابتدأ، الأول ابتدأ بالسب فالثاني رد عليه بنفس الكلمة، فالثاني لا يأثم والأول هو الذي يأثم. لكن إذا قال الأول للثاني
يا بس من باب التوضيح ابن كذا وسب والده، هل للثاني أن يقول للأول بل أنت ابن كذا؟ لا يجوز، لا يجوز هذا الأمر. الأول اللي قال للثاني أنت أخوك يفعل كذا وكذا، هل للثاني أن يكذب على الأول ويقول بل أنت أخوك الذي يفعل كذا وكذا؟ لا، لا يجوز مثل هذا الأمر. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم، فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك، فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه لأنه لم يظلمه. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا أمر ينتبه له، فهذا أمر ينتبه له. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا بعض الناس يقول فلان سبني سأرد عليه بنفس الكلمة سأنتصر لنفسي. جاءت وصية عن الفضيل بن عياض في الحلية لأبي نعيم، قال إن كنت تحسن الانتصار فافعل. يعني بعض الناس يقول فلان سبني سأرد عليه بنفس الكلمة، فلا يلبث إلا أن يرد عليه بعشر كلمات أخرى. أنت ما أحسنت الانتصار فلا تخذ في مثل هذه المسائل. ثم قال وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. في الخبر امرأة تروي عن أبي صرمة ابن أبي قيس الأنصاري، وهذا الرجل الصحابي راوي الخبر أحد الشعراء من الأنصار، يقال لها اسمها لؤلؤة مولاة للأنصار، قالوا بأنها مجهولة، ولكن الخبر له أدلة كثيرة، ومر معنا أن الجزاء من جنس العمل، ودليل هذه القاعدة كثير كما مر معنا. ثم قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه، والخبر صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال وله من حديث مسعود الرفعة ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواية الترمذي لحديث ابن مسعود ضعيفة، ولكن للحديث طريق أخرى عند البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند، وإسناد هذه الطريق حسن. انتبه، وله للترمذي، إسناد الترمذي ضعيف، لكن الخبر عن ابن مسعود له إسناد آخر عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد إسناده حسن. قال إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش ما معناه؟ قال ابن بطال قال الطبري الفاحش بذيء اللسان. إذن الفاحش البذيء تأكيد على ذم الفحش، الفاحش هو بذيء اللسان، فإذا قال الفاحش البذيء كأنه يقول، يعني كأن معنى الخبر إن الله يبغض الفاحش، إن الله يبغض الفاحش، تأكيد على هذه الصفة الذميمة أن الله يبغضها. لذلك صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال الأم أخلاق المؤمن الفحش، أن يكون الإنسان فاحشا بذيء اللسان والعياذ بالله، فاحشا سيء الأخلاق، يتكلم في مسائل العورات من دون حياء ومن دون خجل، يتكلم في العورات في الأعراض، هذا من الأم أخلاق المؤمن كما صح عن عبد الله مسعود عند البخاري في الأدب المفرد. في كتاب لابن أبي الدنيا اسمه الصمت قال أسند عن الأحرف بن قيس أنه قال، هذا سيد بني تميم الرجل مشهور بالحلم، قال أولا أخبركم بأدوأ الداء أخطر مرض؟ كأنهم قالوا بلى. قال اللسان البذيء والخلق الدنيء، اللسان البذيء والخلق الدنيء. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري، وهذا الخبر هو آخر حديث في كتاب الجنائز، هذا الخبر هو آخر حديث في كتاب الجنائز. فائدة أيها الأحبة الأفاضل وقاعدة، الكلام عن الأموات يجري مجرى الغيبة للأحياء. مرة ثانية، الكلام عن الأموات
يجري مجرى الغيبة عن الأحياء. يعني يجوز لك أن تغتاب الأحياء؟ أجيب لا. إذا تكلمت على رجل من باب النصيحة والذب عن الدين يجوز لك أم لا يجوز؟ مرة ثانية إخوان الكرام خلكم معي، يجوز لك أن تغتاب الأحياء؟ لا. إذا تكلمت عن رجل حي من باب الذب عن الدين يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. يجوز لك أن تسب الأموات؟ لا. إذا تكلمت عن راو ميت مثلا أو عن رجل ميت من باب الذب عن الدين يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. فهذا هو معنى كلامهم، وهذا نقله ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري، الكلام على الأموات يجري مجرى الغيبة في الأحياء. الكلام على الأموات يجري مجرى الغيبة في الأحياء. صح عن عائشة عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: لا تذكروا موتاكم إلا بخير. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، الكلام في الأموات سيؤدي إلى قطيعة الرحم. من يرضى بأنك تتكلم عن أخيه الذي مات أو عمه أو خاله؟ فلا تسب الأموات. والإنسان الناقص أيها الأحبة الكرام الذي يتكلم على الناس ويسب الأموات ويتكلم عليهم لأمور دنيوية ومسائل دنيوية، هذا حتى يعني هيبة الموت قد ذهبت من قلبه، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. في صحيح مسلم عن حذيفة: لا يدخل الجنة نمام. قتات إذا ما معناها نمام، قتات معناها نمام، النميمة الذي ينقل الخبر، خبر الناس للآخرين، فيضرب هذا بهذا، يضرب هذا بهذا. قال النووي: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. يعني مثلا محمد كان في مجلس فذكر عمرو وقال: هذا عمرو رجل طيب، أكرم وأنعم به. فرجل كان حاضر المجلس راح إلى عمرو قال: يا عمرو، محمد سمعته يثني عليك، هل هذه نميمة؟ لا. لماذا؟ على جهة الإفساد، وأنت ما نقلت الكلام على جهة الإفساد. واضح بارك الله فيكم. فالنميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، وهذا الأمر يستثنى منه نقل الكلام ولو كان هذا الكلام يضر المتكلم إذا كان في ذلك مصلحة شرعية. رجل والعياذ بالله يريد يفسد أبناء المسلمين، فواحد رفع أمره إلى السلطان، لا حرج في ذلك، بل هذا قد يكون من الواجبات. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا، والخبر إسناده ضعيف. الخبر خبر أنس وخبر عبد الله بن عمر، كلا الحديثين إسنادهما ضعيف. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب، أو تضبط خب بكسر الخاء أو فتحها، ولا بخيل ولا سيء الملكة، ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف، والخبر هذا ضعيف. لا يدخل الجنة خب، ما معنى خب؟ أي الخداع الذي يخدع الناس. وعلى فرض صحة الحديث ماذا سيكون المعنى؟ لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين رجل خداع، ولا بخيل، ولا سيء الملكة. سيء الملكة من يسيء إلى المماليك، إلى العبيد إلى العبيد الذين عنده. وإذا كان الرجل يحسن إلى العبيد يسمى حسن الملكة، وإذا كان يسيء إلى العبيد يسمى سيء الملكة. وفي صحيح مسلم أيها الأحبة الأفاضل حديث أبي مسعود البدري أنه كان يتبع غلاما له بالصوت فكان يضربه، فسمع صوتا من ورائه يقول:
اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فألقى الصوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال أبو مسعود: فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية أخرى لمسلم: قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ قال: لو لم تفعل للفحتك النار. ومؤلم جدا أن تجد بعض الناس يخرج قوته على بعض الضعفاء وعلى بعض المساكين وعلى بعض الفقراء ولا يدري، لعل هذا الفقير المظلوم أن يرفع كفه إلى الله فينزل على هذا الظالم عذاب الله سبحانه وتعالى. إذا جاء المشايخ تخبرني شيخ سالم بارك حتى ما نعتدي على غيرنا. وعن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. يعني الرصاص، أخرجه البخاري. يعني الرصاص هذا من كلام الحافظ ابن حجر، يعني الرصاص هذا من كلام الحافظ ابن حجر، والخبر اختصره الحافظ ابن حجر، تطلبونه في صحيح البخاري، ارجعوا إليه في صحيح البخاري. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. والعجيب أن الحافظ بن حجر بنفسه حكم على هذا الحديث فقال في كتاب آخر: المتن موضوع. شوف يقول إسناد حسن، وفي كتاب ثاني قال: المتن موضوع، وهو من كلام الحسن البصري. لذلك هذا الخبر لا يصح، الخبر الثاني لا يصح. والمقصود من هذا الخبر أن الإنسان يترك التجسس على الآخرين. يعني بعض الناس يتجسس، بعضهم يتجسس على زوجته والعياذ بالله، وبعض النساء تتجسس على زوجها، وبعض الناس يريد يتجسس على الموظفين وعلى زملاء العمل. فهذا قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيه لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات، والخبر إسناده صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. والأقرب أن الخبر الثاني ضعيف، الأقرب أن الخبر الثاني ضعيف. فائدة أيها الأحبة الكرام، التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو بن العاص وبقي عبد الله بن عمر يبكي. فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إن هذا، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، قال بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. نسأل الله العفو والعافية. قال محمد بن علي بن الحسين، يعرف هذا بلقب، من؟ ما لقبه؟ لا، محمد يعرف بلقب، لا، زين العابدين اسمه محمد؟ ها؟ ما سمع؟ لا لا لا، تفضل. لا لا لا، ها؟ محمد ابن علي، علي هذا زين العابدين ابن الحسين، يعرف ب محمد الباقر، والد جعفر الصادق، والد جعفر الصادق في كتاب الحلية لابي نعيم أنه قال الباقر. لماذا سمي الباقر؟ أي بقر العلم بقرا، هكذا يذكر أنه قال: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك، قل ذلك أو كثر. يعني المتكبر عقله ناقص، وصدق رحمة الله تعالى عليه،
من علامات ضعف العقل التكبر. في الخبر الثاني العجلة من الشيطان، في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس، عبد القيس قبيل، لأشج الذي في رأسه جرح، يعني رجل به جرح من قبيل عبد القيس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. خلق الحلم إذا طبق في البيوت أظن والله أعلم أن 90% من المشاكل الأسرية سيذهب، وخلق الأنات إذا طبق في البيوت والله أعلم قد تذهب كثير من المشاكل الأسرية. ولكن تجد بأن عند الناس عجلة وهم يزعمون أنهم في عصر السرعة، فتجد عندهم عجلة غير محمودة. لذلك ابن حبان عنده كتاب اسمه، ابن حبان له كتاب في الأدب، ما اسم كتاب ابن حبان؟ ها؟ أحسنت. بس إخواني ما ينبغي بس أن واحد يعرف اسم الكتاب، هذا ما يصلح. لابن حبان كتاب جميل في الأدب اسمه روضة العقلاء. ابن حبان صاحب الصحيح، صاحب صحيح ابن حبان، هذا الرجل المعروف المحدث، له كتاب في الأدب اسمه روضة العقلاء. قال: وكانت العرب تكني العجلة، تتكلم عن السرعة، فتسمي السرعة ماذا؟ أحد يعرف؟ أم الندامات. كانت العرب تكني العجلة أم الندامات. فعلا الإنسان إذا تعجل يندم، لكن ضابط العجلة المذمومة أن تستعجل في شيء طلب منك فيه الأنات. أما إذا استعجلت في شيء طلب منك فيه في الشرع المسارعة فيه بالخيرات فهذا ليس من العجلة. يعني واحد أمه قالت له: يا فلان تعال عندنا المنزل في ظرف ساعة، قال: لا الآن سأستعجل والآن أتحرك من منزلي. لا يقصد أنه سيسرع في المشي لكن سيبادر. هذه عجلة محمودة أم مذمومة؟ محمودة. رجل بصحة وعافية قال: أنا سأحج هذه السنة، أستعجل وأذهب بالحج. هذه عجلة محمودة أم مذمومة؟ محمودة. أما رجل يمشي في الشارع 200، عجلة محمودة أم مذمومة؟ مذمومة. فإذا كان شيء قد طلب منك في الشرع فيه الأنات فلا تستعجل. إخوان الأفاضل، الخلافات الأسرية طلب منك في الشرع أن تعالجها بعجلة أم بتؤدة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع الشيخ، الشيخ يقول الصوت فأقول جيد، لكن هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هنا العتب على الجهاز. يعني هنا الخلافات الأسرية هل طلب منك أن تعالجها بعجلة؟ في الغالب لا، لكن أغلب الناس يطلب علاج الخلافات الأسرية بالعجلة، لذلك يقع في أم الندامات. واضح بارك الله فيكم. فلذلك قيل: من تأنى نال ما تمنى. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل الشيخ. جيد، أحسنت. يقول الشيخ الكريم: لو سمع رجل أحد يتكلم في نشرة أخبار مثلا أو في أي مجلس وكان هذا المتكلم كاذبا فسبه لأنه يتكلم بكلام كذب، فنقول: كذب هذا الكذاب دون سب. واضح بارك الله فيكم. فالإنسان إذا عود لسانه على السب تجرأ على أشياء عظيمة. ألا يمكن أن نكذب الكذاب دون سب؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. نقول: هذا الكلام غير صحيح، ولا يحتاج الأمر فيك وفيك وفيك، ما يحتاج الأمر هذا. فالإنسان دائما ينتبه إلى لسانه حتى لو كان ظالما، لا تسب. مر معنا أن الصحابة كانوا ينهون عن سب الأمراء، الظالم
إذا أردت أن تدعو عليه هذا شيء يرجع لك، وأيضا تصبر على أذيته وتستغفر الله وستجد الخير العظيم. تفضل. نعم، الزيادة في سعر السلعة مخادعة للمشتري دون رغبة في الشراء. الزيادة في سعر السلعة مخادعة للمشتري دون رغبة في الشراء. ذكرتك المثال، رجل في محل عنده ناس من زملاء يجلسون في المحل، أو مثلا في مزاد علني، المزاد يبدأ من 1000، 4-5 ما يريدون الشراء، قالوا سنجعل السعر يصل إلى 10,000 حتى يأتي من بعد 10,000 ويشتري هذه السلعة بأكثر من 10,000. وصل شيخنا الشيخ عبد الله الحمادي، لا أجيب الشيخ، خلاص قضي الأمر، تسألون الشيخ، تسألون الشيخ، قضي الأمر. يعني أمس أحد الكرام سألني سؤال وكان شيخنا الشيخ عزيز موجود في المسجد، فقلت له حلفت بالله أني لا أجيب، شيخنا موجود، قضي الأمر، اسألوا الشيخ. صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.